حرص احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على اجراء اتصال هاتفي مع شريف اكرامي حارس مرمى الاهلي لتحفيزه ودعمه بعد خطئه في لقاء فريقه امام الترجي التونسي بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. واكد ناجي لحارس مرمى الفريق الاحمر انه سيتواجد في قائمه المنتخب الوطني للقاء الكونغو المقرر له 8 أكتوبر المقبل ضمن الجوله 5 لتصفيات كاس العالم، مشيرا الى ان خطاه من الوارد ان يقع فيه اي حارس في العالم، ولا يوجد لاعب كرة لا يخطئ. وطلب مدرب حراس الفراعنة الجميع بمؤازرة إكرامي لكي يقدم أفضل ما لديه في مباراة العودة أمام الترجي بدلا من الحملة الشرسة الموجهة ضده على السوشيال ميديا.